بفاميلي موضوعنا اليوم موضوع العصر، موضوع حديث جدا، موضوع عم نعاني منه كلنا مع اولادنا، وكل اسبوع عم بيكون تقريبا عندنا مواضيع لها علاقه بهالعصر الرقمي، لانه تلقائيا عم بيظهروا هيك المواضيع والمشاكل. معنا اهلا وسهلا فيكي زينه خصوب الاسود، دكتور بالسلوكيات البشريه ومدربه تطوير الذات. موضوعنا هو هل العصر الرقمي يسبب القلق عند شباب اليوم؟ منعرف كل المشاكل الصحية، ومنعرف أنه بيصيروا أوقات يعصبوا الأولاد، بيصير عندهم نوع من بين هلالين أو بين مزدوجين إدمان واواوا. ولكن بعد ما حكينا عن الشق النفسي كقلق كأنكزايتي كستريس، شو بيصير هون؟ قبل ما بلش بالموضوع بدي اسالك سؤال لك على الهواء. بقول لك بصعوبه بلا ما تساليني كيف عم بتعامل مع اولادي. لا لا لا، السؤال هو التالي. برايك كم مره نحن بنلقط تليفوننا بالنهار؟ هلا بعرف انه كثير، يمكن ما بسترجي جاوب. 85 مره اون افريج. يعني كل الابحاث الجديده بتبين لنا انه من عمر 10 سنين وطالع، هلا هاي عم نحكي اخر 5 سنين، 85 مره بنهار بنطلع على تليفوننا لموضوع معين. بالسن المراهقه عم بيوصلوا لحدود ال5 ساعات بنهار على السوشيال ميديا. اوف. ونحن اوقات يعني لا عم بحكي اليوم لانه عم نحكي عن المراهق. انا بقول ويعني دائما بعطي المثل حالي يعني انه كثير اوقات نحن عم نعاني زينه، لانه كمان للاسف كل المعلومات وكل شيء وكل الشغل موجود هون، وكانه مكتب متنقل معنا. صح. يعني ما في بقى اوقات للعمل، ما بقى في حدود، ما بقى في انه بهالمكان وبهالزمان هيدا بهالوقت هيدا نحن عم نشتغل، ومن بعد ما نظهر من هالمكان عم نوقف شغلنا. لا مزبوط. هيدا الموضوع هلا بنحكي كيف بنقدر شوي نشتغل عليه. صح. هلا بالنسبه للتوتر يلي كنتي عم تساليني عنه من الاساس وقطعتك انا، التوتر زائد جدا وعم ببين بالامرايز اللي عم نشوفها على الدماغ. نعم. للمراهق وللراشد كمان بتلاحظ انه في محلات بالدماغ، محلات التركيز، محلات وين بتتعلمي، ومحلات قد ايه بيكون عندك ادمان ولا ما يكون عندك ادمان. نعم. بقى هون بدنا نفصل الفرق بين الحاجه وبين الادمان. بقى في عنا مراهقين، ورح نركز اليوم شوي على المراهقين اكثر لانه هذا موضوعنا لليوم. في مراهقين عندهم بس حاجه يمسكوا التليفون ويشتغلوا على التكنولوجيا او على السوشيال ميديا او يلي هو، وفي مراهقين صار عندهم ادمان. وفي فرق بين هيدا وهيدا. الفرق هو بالتوتر يلي حكينا عنه، في توتر خفيف وفي توتر كتير عالي عم بيؤدي لأحباط وعم بيؤدي لمشاكل أوقات بنوصل فيها للانتحار. بقى المشكل صار كتير كبير وما بقى فينا نقدر نحصره بمحل واحد. بقى شو يعني التوتر الاجتماعي؟ نحن عم نحكي عن social anxiety اليوم، شو يعني هالموضوع هيدا وشو كيف بيترجم؟ يعني كيف يبين اليوم؟ بيبين بعدة نقاط. بيبين بأول شيء يعني فزع، فزع من أنك توقفي على منبر معين، إن كان منبر مدرسة أو بقلب الصف، أو تحكي مع حدا، يكون عندك تواصل مع حدا، أو عم تعطي محاضرة بقلب الصف، عم نحكي عن المراهق لأن نحن، أو بتكوني بمحل اجتماعي ما فيك تتعاطي مع الشخص الآخر. هلأ شو يعني ما فيك؟ يعني بتخف الكوميونيكيشن سكيلز تبع الأولاد بسبب هالعالم الرقمي؟ بس يكون بس إنه في تخفيف بالتواصل ما في مشكلة، قد ما بس واحد ببلش يعرق عرق مسقع، ببلش يعمل طرقات قلب قوية مثل بانيك أتاك. ايه، يعني هو هن العوارض التوتر الشديد يلي عم بيصيبهم للأولاد، ببطلوا بدهم يحكوا مع الآخرين. أكيد ما عم نحكي عن الآي كونتاكت رانيا، ما عم نحكي عن إنه واحد بعنده بينزوي أكتر، ما بيعود يحكي مع أصحابه كتير، هودي لا، بس التوتر
بس ليه بيوصل لهالنوبات الهلع؟ يعني ليه بيوصل او شو يلي بيسبب بهاللحظات هولي هالنوبات، نوبات الخوف، نوبات الستريس، هالعرق، هالوجع المعده، يمكن هالطرقه القلب مثل ما عم بتقولي؟ كثير حلو السؤال. اول شيء بينت الدراسات انه نحن بس نحط تليفوننا حدنا، وانت بتعرفي انه كل المراهقين بيتركوا، ونحن 90% بنحطه بس ننام، بيأثر على هرمون الميلاتونين يلي هو مسؤول عن النوم. بقى انت ما بقى تفوتي بشيء بنسميه ديب سليب، ما بتفوتي بنوم غميق، بقى بضل النوم كتير رايق عندك، ما بت سطحي وما بتنامي منيح، بتقومي متوترة. لود الشغل يلي عندك كل يوم عند المراهق، الدرس وكل هالاشياء بيزيد له التوتر. عندك كمان الهاء الدائم، يعني انت بس قلت لك 85 مره انت عم تطلعي على تليفونك بالنهار، هي اون افريج، يعني اوقات عم تطلعي فوق المية يعني، وعندك 5 ساعات تقريبا من ال 24 ساعه، يعني عندك الهاء دائم كل الوقت، في هيتينج على النيرف سيلز بالدماغ، ما في رياحه، وبتتعبي دوبل او اكثر من الوظائف يلي عندك تعمليها. يعني اليوم عندنا شغله بدنا نحضرها، بدل ما تخلص بربع ساعه مثلا بدها تاخذ يمكن 3/4 ساعه، لانه في شيء عم يلهينا والتركيز عم بخف والانتباه عم بخف. يعني كل هول بفتكر كل شخص اليوم عم بيحضرنا عم بيختبرون، ما بيتجرأ انه يقولون لحاله، ما بيتجرأ، ما عم نتجرأ نقولون لحالنا. نحن عم نحكي عن المراهق، بس نحن صرنا مثلهم يعني، وهيدا من العلاج يلي هو للمراهق، اللي بكون عم نشتغل مع المراهق، انه نحن رول موديل لاولادنا، بيقولوا لنا شيلوا التليفون من ايديكم، لا لا لحظه بدي اشتغل، لا بدي اعمل شغله او كذا. بقى نحن كمان فتنا بهالموضوع هيدا، وصرنا مثلهم، ومش عيب نقول هيدا الشيء، بس لازم نصحح، لانه رح يصيبنا مصايب كثير. ديجا عالي كميه الاتنشن ديفيسيت هايبر اكتيف ديس اوردر الاي دي اتش دي، عدم التركيز عند الاولاد، عالي الدبريسيون عند الاولاد، الاكتئاب، عالي التوتر عند الاولاد، عالي عدم التركيز عند الاولاد، كل اللي بنسميهم اليوم فاكتور دابرانتيساج، هالعوامل التعلميه اللي بتسمح للولد انه يتعلم، يلي عم تذكريهم دكتور، هن كمان تأثروا بشكل كتير كتير كبير. وأوضحت الدراسات العلمية بأنه هالمناطق بالدماغ اللي كان مفروض هي تتطور وتصير أكبر من غيرها، عم بتكون أصغر من غيرها للأسف. عم نحكي انتباه، ذاكرة، تركيز، وغيره. خلينا ناخد اتصال قبل ما نتابع. ألو بونجور، يا هلا، تفضل، مين معنا؟ وليد. تفضل وليد. بدي أقول لك شغلة بالنسبة للوضع، نحن عائلة بالبيت، ما في كوميونيكيشن بين بعضنا، كل واحد حامل سيلولر، حتى اذا بدنا نحكي من بعض من اوضه نوم بيحكوا من الاول للثاني، وطي صوت التلفزيون على الواتساب. يعني اول شيء عندي بنت اختي للساعه 4 الصبح على السيلولر، تراجعت كثير على بالمدرسه، يعني كانت الاولي هلا عم تسقط. قد ايه عمرها؟ 15 سنه، هاي الصغيرة. نحن مثلا الكبار بس نقعد بين بعضنا، ما بنتحدث بين بعض، يعني كل واحد حامل سلولر، كل واحد جيم. انا وظيفتي بالشغل مجبور كل النهار افتح انستغرام، لانه بشي بالقلب، يعني الانستغرام بفرج زبون، بدي كذا بدي كذا، مجبور. بس اجي على البيت بدي فوت على الزباين، بيتصلوا لي بيبعثوا لي ثياب كذا وهكذا. نرجع بيجي بالبيت ما بحكي مع حدا، ولا اختي بتحكي مع حدا، كل واحد فاتح الواتساب او السوشيال ميديا او وصلت الرساله، واكيد واضحه المشكله. بدي اطلب منك لو سمحت تترك لنا رقم تليفونك واسمك مع رنا اللي رح بتسجلهم عندها. شكرا لاتصالك. يعني الموضوع هو من صلب حديثنا، منبلش نحكي اكيد شوي عن الحلول. هلا اول شغله صرنا منبلش نعملها هي منسمي شيء اسمه ديجيتال ديتوكس، يعني بنحط اوقات بالنهار مع الاولاد وقت، يا بعد الساعه 9
أو بوقت بس يرجعوا من المدرسة ساعة 2-3 من دون أبداً نطلع على ولا شيء تكنولوجيا حتى تلفزيون. يعني ما في شيء بيعملنا ستيمولس لنا أبداً. بقى أكتر شيء أحسن شيء من بعد الساعة 9 يكون هذا الموضوع نقدر نعمله. هلأ اللي راح يصير معه للشخص يلي اتصل فينا هو مع البنوت يلي بتبقى للساعة 4 الصبح على الواتساب أو هو على السوشيال ميديا إجمالاً بالبيت عندهم. اللي حيصير رح يصير كيف واحد إذا وقف لهذا الشيء، كيف واحد عم يطلع من حالة الإدمان؟ يعني حيصير في بكي، رح يصير في صريخ، رح يصير في توتر عالي، توتر كتير عالي، رح يصير في ارتجاج بدني، رح يصير في أوقات بيغمى عليها أو أوف هالقد؟ هلا مش أكيد مش حسب مش ضروري هالقد يكونوا يعني العوارض إذا للأربع الصبح رانيا كل يوم مبلا. إذا للأربع الصبح كل يوم بيصير هذا الشيء، يعني مش عم نحكي نحن بس 5 ساعات بالنهار مثل ما عم بعطيك الدراسات، عم نحكي صرنا أكتر يعني من وقت ما بتجي من المدرسة لساعة 4 الصبح. هلأ ما قال هو هيك، يعني قال إنه بتضل للأربع الصبح بس ما قال من أي ساعة بتبلش. خلينا ناخد اتصال تاني. ألو ألو بونجور. يا هلا، مين معنا؟ مدام صايغ معي. تفضلي. ألو. تفضلي انت على الهواء، بدنا نطلب منك توطي صوت التي في، تسمعينا بس من التليفون لو سمحتي لانه ما بنقدر نسمع بعض ابدا. انا عندي صبي 16. نعم. اوكي، انا عندي صبي 16 وعندي صبي 6 سنين. نعم. ال 16 بضلوا على التليفون ليل نهار، واذا بنقول وقف التليفون بيزعل، والصغير صاير مثله. اوف. نعم. يعني عم مثل ما بده خيو الكبير بده يعمل هو، واذا بيشتغل التليفون بضلون على التلفزيون. تغير تصرفه من بعد ما صار هالقد عم بيشتغل على التليفون؟ بضلوا معصب اكيد. شكرا. والمدرسه اثروا شيء على علاماته؟ اكيد. اوف، شكرا لاتصالك. عم نرجع نحكي كمان بنفس الحالات تقريبا. بفتكر اذا بناخذ اتصالات كل نهار كل نهار كل نهار بكل العيال، اذا ما في شخص في شخصين، اذا ما في شخصين في كل العائله، واهم شيء عدم التواصل اللي عم بيصير. نعم. زينة، معناتها اي افضل؟ افضل انه نخفف او نحدد ساعات او ناخذ التليفون بالمره او نحن حتى نخفي تليفوننا بالمره. يعني هون كمان في سيف ذو حدين مثل ما بنقول، انه ما فينا كمان ننقطع كليا. حتى الاولاد، يعني الاولاد بعد على أسوأ. نحن يمكن اذا قررنا نطفي خطنا وهلا ما بدنا نشتغل بنقدر، ما حدا بيضايقنا، ولكن الاولاد اوقات بيتعرضوا للتنمر، بيصيروا بيتمسخروا عليهم كتير. ما عم تقدر تلعب معنا، بخلوك تنام ساعة 8، ما عم تقدر يكون عندك تليفون. يعني هول عم بيتعرضوا لهم الأولاد يلي ما عم بيكونوا بزيت درجة تعلق بالعالم الرقمي مثل غيرهم. يعني هون كمان شو بدنا نعمل نحن كأهل؟ صح، أي اللي عم بتقوليه صح مليون بالمية. هلأ في عندك طريقين. عندك أول طريق على السنة، على مدار السنة نعمل ديجيتال ديتوكس مرة بالسنة أسبوع واحد. وتاني شغلة ينعمل كل يوم نبلش نخفف. نعم. ما فيك تقطعي كلياً. إذا قطعتي كلياً أصلاً الولد رح يتأثر. إذا في حالة إدمان، وأنا عم شوف كتير حالات إدمان رانيا، عم شوف حالات إدمان، يعني بصير بدهم سبليمنتس، وأوقات عم نودي عند البسيكياتر بهالحالة هيدي. بقى يومياً إذا منخفف هلأ رح يصير في مشاكل. بس لنزيد شغلة لحتى نكون واضحين، يعني اتصل فينا، رجع اتصل تحت الهواء الأستاذة اللي دقلنا قبل وقال مزبوط مثل ما عم بتقولي، لأنه صار في حالة إغماء بكذا مرة لبنته، عملوا كل الفحوصات وما كان في ولا أي سبب وما قدروا يعرفوا من شو. فبحب كمان أنه ياخد النصيحة، ونحن هلأ أكيد رح منتابع مع الحلول، وإن شاء الله هيك بتقدر شوي من خلال الحلقة تكون عم تستفيد أكيد ورقمه صار عنه. أي أكيد. بس هالحالة هي حالة إدمان وصارت محطوطة نحن عنا بالشي بنسميه DSM-5. يعني هي حالة إدمان بدها تتعالج كأنه حالة إدمان.
ما فيك بقى تعالجيها بترقعي من هون ومن هون وبتزبطي. هيدي الحالة بده يشتغل عليها واحد كأنه واحد حالة إدمان، ومنحكي عنها بالتفصيل يمكن بحلقات تانية أنا رأيي، لأنه اليوم يلي فينا نقوله أنه يتوجه عند حدا يساعده أكيد، لأنه هو لوحده ما رح يقدر يزبط الوضع، لأنه حيصير في حالات طبية مرضية. نحن بدنا نحكي شوي عن الحالات يلي شوي أخف لحتى نقدر نعرف نحن كأهل كيف بدنا نتصرف بهالموضوع، والطريقة الأسلس خلينا نقول حتى كمان ما نخلي الولاد اجتماعيا يكونوا عم يتأثروا. اتصال جديد. ألو. ألو بونجور. بونجور، أهلا تفضلي. مدام سيد معك. أهلين. بدي أقول لك ليكي، المشكلة مش إنه ما نحن ما عم نعطي تليفونات لأولادنا، المشكلة إنه التنمير اللي عم بيصير من قبل أصحابهم، إنه ما معك تليفون يعني بيشوم عليك مثل ما تفضلت وحكيت، إنه هيدا هو اللي مر بالأهالي لأولادهم، هو اللي غلط. يعني أنا يمكن بقدر سيطر على ابني عمره تحت 15، فيني امنعه، وأنا عندي صبيان واحد 14 واحد 6-7 سنين، ممنوع التليفون، بس ما المشكلة وين؟ عم بيزعجوا أكتر لابني الكبير اللي عم بيصير بمدرسته من قبل رفقاته. صح 100%. يعني كل الوقت عم بيضلوا يضحكوا عليه، ما بيصير. هيدي هي المشكلة، لازم الأهل يوعوا مش نحن نوعى. فعلا أهلا وسهلا فيك. فعلا الأهل، بس دور المدرسة وين؟ ودور المجتمع وين؟ يعني اليوم المشكلة منا مشكلة يمكن تربية بس زينة، ومش شخص واحد لا. مسؤول، يعني معاناة عم نشوفها مشكلة مجتمع. مشكلة لا. مجتمع عندك المدرسة، المدرسة إذا بدي كل المدارس بالمبدأ ما بتمنع السلوليرات بالمدرسة، بالمبدأ زينة. عم أقول بالمبدأ بتمنع السلوليرات لحد ما يرن الجرس، وقبل ما يرن الجرس الصبح. هلأ التنمير بقلب المدرسة، المدرسة ما فيها تعمل شيء على هذا الموضوع غير أنه تلحق الولد يلي عم بينمر على الصبي يلي ما عنده تليفون ولا يلي هو المشكلة. مثل ما قالت الست، عندك شغلتين وانت كمان حكيتي عنها، قلتي صعب واحد ينقطع عن الناس وينقطع عن شو عم بيصير معه وما أصحابه، وقلتي عم بيصير في سايبر بولينج. مزبوط، هيدا بولينج بالمدرسة وسايبر بولينج يعني الشغلتين هول الاشياء. أول شيء بدنا نعلم، أول شيء بدنا نخلق إدراك عند الأولاد شو عم بيصير معهم. يعني هالولاد هلأ ما ببلشت لك بالجيمينج، بلكي حلقة تانية بنحكي عن كنا بدنا نحدد على كل حال العالم الرقمي. عم نحكي، خلينا نقول عم نحكي بشكل عام عن بين الألعاب والسوشيال، بين ميديا. السوشيال ميديا وبين هيك يعني الأشياء، أوقات التصوير وغيره وغيره، والأبليكيشنز اللي بيكونوا موجودين يعني. بس هولي بشكل عام هن يلي بيشكلوا العالم الرقمي. صح. أكيد. ويوتيوب، البرامج اللي بيحضروها، ونتفليكس اللي موجودة على التليفون، يعني كل شيء، كل شيء على التليفون، والإيميل وسناب وتويتر وكل الأشياء. لكن بالأول بدنا نجرب نوعي على الموضوع، قد لازم نتعاون مع المدرسة والمدرسة تتعاون معنا اليوم، قد لازم تكون يعني القرار قاطع. صح. بالمدارس انه ولا على الفرص ولا على الصبح ولا بعد الظهر، يعني طالما هن بحرم المدرسه ممنوع يستعملوا التليفون. بحرم المدرسه ممنوع التليفون كليا، ولازم حتى ياخذوا لهم تليفوناتهم اذا كما شو عم بيستعملوا التليفون. هلا من بعد المدرسه شو عم بيصير؟ عم بيصير في كتير مشاكل، وعم بيبقوا هالمراهقين لساعه 1 2 3 4 الصبح عم بيحكوا مع بعضهم، وهون المشاكل الاكبر. كنا كيف بدنا نعمل زينا لحتى نحل الموضوع. اول شغله قلنا انه بدنا نبلش نقطع فتره معينه من النهار. يعني انا في عندي اشخاص بيقولوا لي زينا شو بطفي الراوتر؟ بقول لهم ايه طفوا للراوتر الساعه، لانه الاولاد ما عندهم 3G، طفوا للراوتر على الساعه 10. في منهم عندهم، خلص هلا في منهم عندهم، يلي عندهم لازم يبقوا ما يكون عندهم، ما يشتروا لهم. بس زينا عم بتقولي الساعه 10 اوكي، بس ما عندك من الساعه 3 للساعه 7-8 بوقت الدرس كمان. طيب ما بدنا نبلش محل، ما هو بدنا نبلش فينا نقسم شوي بعد الظهر، يعني نعطي مثلا من الثلاثة للأربعة إيه اوكي إيه. بعدين بنرجع بنبلش درس على مدة ساعتين او ثلاثة بنوقف، وبعدين اهم شيء راني، اهم شيء ما يكون السلولار قاعد حدهم هن وعم يدرسوا، حتى لو ما عم يستخدم مش قاعد حدهم، لانه انت هالبلو ريز يلي البلو لايت يلي عم يجي عليهم عم بيسبب لهم توتر هن وعم يدرسوا.
بقى لازم يكون بعيد عنهم. وبعدين انت لاحظي شو بيعملوا، بحطوا التليفون مفتوح لبرا بشوفوا اذا في نوتيفيكيشن. معناتها اول شغله هي انه نزيح كليا التليفون من نظرنا من بين من الاوضه. ثاني شغله انه نجرب نقسم الوقت ويكون معدله قليل، يعني هيك بيكونوا عم بيكونوا متواجدين مع اصحابهم ولكن عندهم حياتهم ودرسهم وصحتهم ونشاطاتهم. واهم شيء نقدر نعمل لهم شغلتين كثير مهمين، هن الرياضة المجبرة. نعم نعم. الرياضة المجبرة على القليلة خمس مرات بالأسبوع. خمس مرات بالأسبوع عن جد نص ساعة على القليلة. وتاني شغلة نجرب نعلمهم مديتيشن، نجرب نعلمهم تأمل. دماغهم ما عم بيروق رانيا، دماغهم ما عم بيروق الولاد تبعنا، لأنه عم بيصير عندهم عدم تركيز كلي. نحط لهم، ما هن بيحبوا سليلير، نحط لهم مديتيشن آب يسمعوا نعم. عشر دقائق. زين عنا كتير اتصالات، عنا بعد دقيقة أو نص بس عم نجرب نعطي نصايح قد ما فينا. واتصال جديد. ألو ألو بونجور. بونجور أهلين تفضل. أنا هلا أبدأ ديفلوبر. نعم أوكي. أنا أبدأ ديفلوبر، نحن بنعمل أبليكيشنات بالموبايل. نعم. هلا هن بيبدوا منا بالشركة إنه تكون الأبليكيشن أديكتف. عفوا؟ الكثير بتكون الابلكيشن ادكتف، يعني مش الحق على اي شخص بيشوف على الابلكيشن لازم تكون ادكتف لإله، يعني يكون كيف تقدروا تخلوا الابلكيشن تصير يعني تخلي الولد يصير مدمن؟ اول شيء ريورد سيستم. الريورد سيستم بحد ذاته يعني بعيشه مثل للولد او للشخص مثل كازينو بس على صغير. نعم. اي ابلكيشن، اي ابلكيشن شو ما كانت سيستم، يعني ايه صح 100% مثل قاعده، يعني كيف مثلا وقت تدرب مثلا ساينه او كلب او شيء في تريتس معينه تعطيه اياهم. كل فتره بتعطيه تريت ليقدر ليكفي يلعب. انا حسيتك حاسس بالذنب هلا انت عم تحكي معنا. ايه هلا هو جزء من الترك، يعني من شغلنا، يعني بشوف كثير العالم بتدمر كثير يعني بس مضطرين نعملها لتمشي الابلكيشن. معناتها هيدا الموضوع كمان في شخص او في جهه كمان مسؤوله. بنطلب منك كمان تترك لنا رقم تليفونك لو سمحت عند رنا، لان بفتكر ما رح يقول اسمه على الهواء اكيد. طب هون هيدي جهه جديده مسؤوله، ولكن هون نحن ما فينا نسيطر كأهل. كيف بدك تسيطري كأهل؟ نحن فينا نسيطر لكن على أولادنا. هون بيجي إنك تعلمي أولادك، هون بيجي إنه يكون في تواصل بينك وبين أولادك. نعم. إنه هون بيجي إنه يصدقوك أولادك. نعم. يصدقوك عيالي عم بتقولي. نعم. تجيبي لهم أبحاث، تفرجيهم. نعم. تحكي أنت وياهم. زينة أخذنا كل الوقت وبعد ما انتهى الموضوع منوعد كل المشاهدين رح نتابع بهيدا الموضوع، رح بيكون عنا كمان حلقات خاصة، ودكتور زينة خصوب الأسود رح بتكون معنا على الأكيد. ولكل الأشخاص اللي بحبوا يتصلوا فيها تحت الهواء بيقدروا ياخدوا الرقم من رنا. أهلا وسهلا فيك وشكرا لك. بريك ومنرجع.